بم آدو حوغان ايا سلادي جمعيه ايمان سلقود حقرحي مسجد كويا لما غلادة بشوار اي وقوي قلبة دالك باكستان وحان اي لاي هادا كود انتي صدن قفو كمي ده هادات كي كو عبادي سني مسجد كا تيرو كلا اوال نعي من نوي كودا وعمين كواسو لغو سو رميين حالدو دو ادو ليدتو قرحا ايا داعي حلا يدد كو عبادي سني مسجد كا كوچ رسالدار او كويا لحافد قديمiga هاي بشوار تليها بوليس كما قالدن أيها الشاقين قرحو دعي كدي مركي اللبنين أوه بيسان الرساس كفران عيدما بوليسا وكو سوغنا بنان كمسجد كا ميد كميدا رقي وير كسوقا دي إيها الاسكري وكتل سانا عيدن كبوليس كا إيها كودن تيس رساسين تاس وحانا كودا وعما ياسكري كالي نينك كالي سوهر أيها مركاسي قالي مسجد كا وبنكو قرحيي قاديد كا أمبلاس كا وسو قاري قوابتا دقيقة كدي بوير كا ayaa dadka dhaawacaa u daad gureeyay isbitaalka Lady Reading Hospital. Dadka dhaawacaa oo ka badan 60 qof ayaa xaaladooda laga deerinayaa, waxaana laga yaabaa in dhimashadu sii korodho sida uu sheegay afhayeenka isbitaalka Maxamed Caasim. Ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa cambaareeyay weerarka lagu qaaday masjidka, waxaana uu tacsi u diray ehelada dadka ku nafwaayay, isagoo caafimaad u rajeeyay dadka dhaawacaa. Umar Saadiq, Television CBA.